الا جيتي تاملتي في الكون كيفاش تخلق غتعرف لي ريغل كيفاش دايرين وغتفهم اللعبه كيفاش دايره فهمتيني. النهار فوقاش كيبدا كيبدا مع 12 ديال الليل. 12 ديال الليل كيفاش كيكون الحال مظلم وكيبقى كيظلم 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 حتى كيوصل الفجر، والساعه الاكثر ظلمه هي قبل الفجر. موراش كيطرى كيطلع له بوسولي شمشه زوينه فهمتيني. سي كوم سا الحياه اون جينيرال، اي حاجه بغيتي ديرها في الدنيا الا هو كتبدا بالظلام. ما تقولش لي غنبدا من عند النهار الاولاني غنحط الدين ندير اون اونتربريز ندير شركه ندير هذه ندير هذه طق نبدا. نهار تزاديتي راه ما تزاديتيش كتمشى، راه بديتي كتعلم تمشى مده طويله عاد باش تعلمتي تمشى فهمتيني. دونك سي كوم سا ديال الفكره اللي خص الشباب توصل لهم دماغهم ان او ديبي ولي فانتين داك الحلم الامريكي ديال نخرج ولي القهاوي ولي ريستورون فهمتيني وطوموبيل طوب بانوراميك وداكشي كيجي في لي ترونتين ما كيجيش في لي فانتين، كيجي في الثلاثينات ماشي في العشرينات. العشرينات كنخدم على راسي كنربي الكتاف ما كنسولش على الفلوس. شحال عندك؟ لا شنو غنستافد؟ كنمشي شركه ما كنسولش شحال غتعطيوني، كنسول شنو غنستافد. كنقول انا راه كنقرا عطيني 1500 درهم اون بوخس كناكل ونشرب بها، ما باغيش ندير لاباس، باغي نستافد باغي نتعلم ونتعلم لو ماكسيموم. وثيق بيا مشيتي بهاد لا مونطاليتي فاش غتجيك اون اوبورتونيتي 26 28 طون غتلقى راسك واجد عندك واحد الشكاره عامره بلي كومبيتونس. ماشي بحال بزاف ديال الشباب، انا كنشوف غير صحابي انا يخرجنا من ليسونس دراري خدموا خدامين ب 400 درهم ندخل دار اول حاجه اول حاجه كيديروا الدراري شنو داكشي ديال الطوب بانوراميك فهمتي كريدي في البنكه خرج طوموبيل ويقدر يخرج طوموبيل صغيره بلا ما ندوي على لي مارك لا كيمشي يخرج طوموبيل كبيره في الطوب بانوراميك ناري الوغ كو يلاه بديتي يلاه بديتي صافي. شوف هذيك الوقيته راه ماشي خصك، ما خصكش تعيش فيها، ما خصك ما تقولش راه باغي نعيش. لا الا ضربتي تماره تما في لي ترونتين غادي تعيش، غادي تعيش ديال بصح باسكو تيقول لك خصك تزرع باش تحصد، ما يمكنش انت تحصد وانت مازال ما زارعش. اكزاكتو الناس بداو بالمقلوب القانون ديال الطبيعه غادي تقلبو نتايا. بين قوسين الله يحسن العوان انا بالحكم انني كبرت في عين الشقعة بان كاين شي ناس على لاج دو 20 بيانو كيخرجوا كيقلبوا على ان صالير حيت هما اللي عند والديهم هما اللي كيصرفوا عليهم فهمتيني. هاد الناس انا ما مدخلهمش في سميتو الله يحسن العوان. كاين شي ناس اللي سيفري من 20 عام كيقلب على ان بون صالير على الاقل باش يوكل با ومو يخلص الكرا فهمتيني. ولكن الا كنتي عايش في واحد الاسره واكل شارب ما كتخلص كرا 21 عام باغي دير لاباس، 21 قلب على فين تعلم وين فوا غادي تعلم غادي تزيد لقدام اوتوماتيكمون. راه كيقول لك دماغك شحال ساوي 5000 درهم راه الراس الرصيد المعرفي هو الاول ثم الرصيد البنكي والسلاح السري ديالك هو هذا هذاك هو باش الا شدينا مثلا حنايا مثلا دونالد ترامب ولا ايلون ماسك ولا هادو اللي تعطيونا بهم لي زيكزامبل شديناه حيدنا لي فلوس كاملين من الكونت بونكير ديالو رديناه زيرو واش هاد خونا هذا غيبقى فقير؟ اكزاكتوم غيف يقفض وغيعاود يجيبها علاش عنده عنده لا باز المايند سيت از ديك غيمشي مثلا دونالد ترامب غيمشي غيدير لك شي مشكل اونتر شي بونك شي بونك ويخرج لهم شي سوليسيون غيبيعوا ليهم طن وتايديرها كونسول المكان تايديرها كونسولطون صاحبي كونسول يديرها كونسولتي داكشي اللي دوز ماشي يديرها كونسولتي ويصور زباله العام يعني راه خونا عنده السلاح علاش عنده لا ماتير غريز عنده لا ماتير غريز كيقول شوف جيمرون عرفتي جيمرون تبارك الله انا داك السيد اللي انفلونسي بزاف الله يرحمه كنترحم عليه وخمشي مسلم الله يرحمه قال لك الا شدينا كاع الفلوس اللي كاينه في العالم وفرقناها على كاع المواطنين بالتساوي قال لك في 5 سنين كاع الفلوس غترجع في نفس الجيوب غترجع لمالها باسكو دوك دايرين ديجا الطريق منين كدوز فيه حيت كاين انسان عنده مونطاليتي دو كونسوماسيون وكاين انسان اللي كينتج عنده مونطاليتي دو برودكسيون كينتج فهمتيني. الانسان اللي كونسوماسيون راه اش غيدير؟ اول حاجه غتمشي غتشري فيلا، ثاني حاجه غتمشي تشري طوموبيل واعره. اوكي هالفلوس بدات كتمشي سفريات لعيبات مشى هالفلوس بدات كتمشي مابقاش عندك فلوس باش تصرف على الفيلا راه خصها مصروف. الطوموبيل ولات كتجيك غاليه غير الفيدونج ديالها والمسائل ديالها شنو كدير؟ كتبدا تبيع في الطوموبيل تبيع في الفيلا وكترجع للوظيفه. علاش؟ حيت عندك مونطاليتي ديالاش ديال الكونسوماسيون غير كتكونسومي غير كتشري غير كتشري غير كتشري فهمتيني. ما عندكش مونطاليتي ديالاش ديال الانفستيسمون ديال البرودكسيون ننتج شي حاجه اللي نبيعها ننفستي في شي حاجه اللي غترد ليا الفلوس وهذا كيتسمى داك الانتيليجونس فينونسيير الذكاء المالي. وحنا سبحان الله العظيم كنقراو من التحضيري حتى للباك ومن الباك حتى للماستر ولا الدكتوره ولا الام بي اي
علاش باش نديروا الفلوس وفهاد القرايه كامله ما كيقريوناش كيفاش نجيروا الفلوس. نجيروا الفلوس يعني تما فين كاين الفيلم ديك 100 درهم كيفاش ترد 500 درهم. اكزاكتوم وراه كيقول لك واحد القضيه كاين كيقول لك كاين بعض الناس كيقول لك لانفورماسيون سي دو بوفوار ياك معروف هذه وبزاف الناس كيقولها. انا ما كنتفقش مع هذه الفكره هذه. لانفورماسيون سي با دو بوفوار مي كومو اكسبلواتي ديك لانفورماسيون. تقدر تكون عندي الفكره وتكون عندي المعلومه ولكن ما ندوسش لاكسيون. واش فهمتيني؟ بحال قضيه السلاح غتشد جوج واحد تيعرف يخدم السلاح واحد واحد ما تيعرفش يخدم السلاح. هذاك ما تيعرفش يخدم السلاح يقتل راسو. فاش كنجيو نشوفو فاش كنجيو نشوفو اون فان كونط علاش كنقول لك انا هذه الفكره هذه سي كو شكون اكثر الناس اللي قارين هما الاساتذه الجامعيين. وي بوسيبل فهمتيني نقدر نقول لك اكثر الناس قارين كتبه واكثر الناس باحثين واكثر الدكتوراه سولون داك سولون داك فهمتيني داك ما علينا. كتجي تشوف كتلقاهم غارقين كريديات شي راكب على داسيا سون جوجمون حنا ما كنحكموا على حتى واحد الله يحسن العوان ولكن استثناءات ولكن لا ماجوريتي كتلقاهم لا ماجوريتي كتلقاهم مدفقين في السيستيم. وهذا راه هو اللي كيقرينا وداك الشيء كيابليكيه ولا لا. الا كان كيابليكيه راه ما غيكونش في هذيك لا سيتوياسيون. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ الوغ كو دابا السيستيم ايدوكاتيف كامل اون جينيرال كيما دوينه قبيله طبعا كلشي كيولي كوبي كولي كلشي بحال بحال حافظوا زين تيخرج لينا واحد البلان وزين كيخرج لنا. كاين بعض الوزينات كيخرجوك مربع كاع اللي قرات تما مربع كاين بعض الوزينات كيخرجوك مدور كتلقى كاع اللي قرات تما مدور. فهمتيني؟ مي انا ما كنقولش كنقولها ديما سورتو هاد الموجه اللي جات ديال الشباب كيمشيو عند والديهم كيقول لهم ما بغيتش نقرا بغيت ندير الايكوميرس وندير هذا. نصيحه ديالي قرا ماشي ما تقراش ولكن ديما حافظ على ديك لاتوش ديال لونيسيتي ديال اونيك. انا شوي اونيك فهمتيني ما نديرش بحال كلشي ربي راه فرق الريوس. كل واحد خصو يكون اونيك بطريقته.